السلام عليكم وسعد الله أوقاتكم ولاية صقهراس. العثور على شخص ميت داخل الصندوق الخلفي للسيارة ومحروقة في ونزة طريق حشانة صقهراس، وحسب شهود فإن السيارة حاملة ترقيم ولاية عنابة. وبعد التحريات تبين أن الجثة التي وجدت صباح اليوم في السيارة المحروقة هي جثة المسمى حسام نصرية الساكن في حي الزوابي، وهو ابن الأستاذة فتيحة أرزيقية الساكن في حي الزوابي بالونزة. نسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يلهم أهله وذويها جميل الصبر والسلوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تنسى الإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.